السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الثالثة إعدادي. هذا الدرس اللي غنشوفو اليوم هو درس عنده علاقة بأورتوغراف. غنشوفو ثلاثة ديال الكلمات اللي هي متشابهة في النطق، يعني ثلاثة ديال الكلمات متشابهة في النطق، وهذه الكلمات المتشابهة في النطق كاين اختلاف في الكتابة، يعني متشابهة في النطق مختلفة جرافيكمون، يعني في الكتابة، يعني الكتابة ديالها مختلفة ولكن في النطق بحال بحال. داكوغ، هادشي اللي غادي نشوفو في هذا الدرس. عندنا سو اي سو افيك اكس، سو افيك اكس. هاد ثلاثة د الكلمات ماشي وقت ما عجبنا نديروهم، وقت ما كل واحد عنده الدلالة ديالو، كل واحد شنو هو الصنف لاش كاين تاني. داكوغ، غنشوفو سو لي هو سي او، سو لي هو سي او، سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف، يعني سو سي او، يعني سي ماشي اس، سي او سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف. اشنو هو ديتيرمينون ديمونستراتيف؟ ديمونستراتيف بوركوا ديمونستراتيف؟ باسكو ديمونتر démontre démonstratif يعني بحال قلتي اسم اشاره. ce garçon، ce tableau، ce cartable. d'accord، ولكن هاد ce كنستعملوه est un déterminant démonstratif. il se place devant un nom au masculin singulier، يعني فيما عندنا اسم مذكر مفرد، يعني هنا فاش كنستعملو هاد سو، ردو البال، سو كيتستعمل إلا عندنا اسم نون أو ماسكولان سانغولي، يعني اسم مفرد مذكر، مذكر مفرد، داكوغ، يعني سو غارسون، غارسون هو اسم مفرد مذكر، سو غارسون، يعني هاد سو اللول لي هو سي أو. C'est un déterminant démonstratif. Il se place devant un nom au masculin singulier. Il sert à désigner quelque chose ou quelqu'un. Il sert, يعني كيتسامل باش نوريو شي حاجة ou la شخص. يعني نشيرو الشخص أو شي حاجة. Ce garçon, garçon شخص. D'accord, شخص. يعني ماشي جماد، نقدر نشيرو لجماد، سو تابلو، يعني هاد الصبورة، سو تابلو، هذا هو دابا الأول ديال أول يعني أول كلمة اللي هي سو، افيك سي أو، سي تان ديتيرمينون ديمونستراتيف، هو اسم إشارة، إل سو بلاس دوفون أن نون أو ماسكولان سانغولي، يعني كيتستعمل ديما، يعني ما هو ديما القدام ديال هاد سو. قدام ديالو اش كنلقاو؟ سو غارسون، قدام ديال سو قدامو غارسون، يعني ديما كنقداو، يعني ديما كنلقاو قدامو نون ماسكولان سانغولي، اسم ما كنلقاوش قدامو فعل، فيرب، اسم مذكر ماسكولان سانغولي، ماسكولان سانغولي، يعني ماسكولان يعني مذكر سانغولي واحد، وكيتستعمل إل سير أ ديزيني كيلكو شوز أو كيلكان، يعني كيتستعمل الإشارة إلى شخص أو جماد. هذا بالنسبة سي أو، اتفقنا؟ بالنسبة إس أو، كاين واحد الإشكال، كاين مازال كاين ما كيفرقش ما بين سي وما بين إس، ما بين سي وما بين إس. سي راه هو الرابع في الحروف في ليزالفابي، هو الرابع، أ بي، عفوا ماشي الرابع، هو الثالث، أ بي سي. يعني سي او، سي او، يعني ا بي سي، سي هو الحرف الثالث، اس راهو كاين في الاخر، كيو ار اس تي يو في دو في اكس يو زي. بالنسبة سي او شفناه، دابا غنشوفو اس او. اس او إتان برونون بيرسونيل. اشنو كنعنيو برونون بيرسونيل؟ اش كنعنيو برونون بيرسونيل؟ برونون بيرسونيل
غادي نشوف واش هو لو برونون بيرسونيل. لو برونون بيرسونيل اش كيعني لو برونون بيرسونيل؟ برونون بيرسونيل بحال اللي قلتي انه قابل التصريف. هاد سو قدر التغيير الا كان كونجوغيو. اشنو كان كونجوغيو نورمالمون؟ اسم. اشنو اللي كنصرفو نورمالمون؟ اسم فعل. فيرب مزيان. يعني هاد اس او ديما كتكون مع لو فيرب، وهذه من بين الخصائص ديال اس او. اس او لتا برونون بيرسونيل il se place toujours devant un verbe pronominal. Un verbe pronominal. كيما قلنا في هاد سو هادي الاولى، سو اش كيكون معاها قدامها؟ سو قدامها اش كيكون فيها؟ نون اسم ماسكولين مذكر مفرد سينغولي. هاد اس او اش كيكون قدامها حتى هي؟ فيرب برونومينال. شنو هو ان فيرب برونومينال؟ لو فيرب عرفتو هو الفعل. برونومينال يعني كيبدا بسو. باغ اكزومبل سو بروموني، يعني الى عندي بروموني وعندي فراغ يعني خصني ندير فيه هاد اس او. سو بروموني كتكون مع هادي، يعني سي تان فيرب وكيتصرف، سي تان برونون بيرسونيل. هانشوفو il est un pronom personnel, il se place toujours devant un verbe pronominal. Exemple, Rachid se lave. Rachid se lave. Exemple, Rachid se lave. Lave, ça doit faire. Se, le verbe se lave. Mais je vous ai dit les exemples, je vais dire se, mais c'est que je vais vous dire. Ce garçon se livre. Ce garçon est mon ami. يعني هذا الدري صديق ديالي. Ce garçon est mon ami. Ce livre est le mien. هذا الكتاب ديالي. Ce garçon est mon ami. يعني هذا الغارسون يعني كان شير لي. هذا الولد صديقي est mon ami. Ce livre est le mien. هذا الكتاب ديالي. D'accord. هذا بالنسبة لسو اللي شفنا في الأول اللي كيكون قدامها اسم مذكر مفرد. بالنسبة اس او، اس او اللي هو برونون بيرسونيل، هاد اس او قدامو كيكون لو فيرب. ديما لو فيرب اللي كيكون قدامو. إكزومبل رشيد سو لاف. رشيد سو لاف. هاد لاف، لاف يعني يغسل. يغسل. رشيد سو لاف. Rachid se lave. يعني يغتسل. يغتسل. Rachid se lave. Lave هو فعل. يعني se عندنا s e اللي هو pronom personnel. D'accord. غنمشيو ل se اللي هي x فيها x في الاخر. se s e u x فيها بعض الحروف. هادو الاولين فيهم غير جوج. c e s e هذا فيه s e u x. هذه سهله. C'est un pronom démonstratif حتى هو بحال هذا سو. C'est un pronom démonstratif غير هذا ديال المفرد، هذا ديال الجمع، كي رومبلاس ان نوم ماسكولين، وهو كيعوض هذا ما كيعوضش، هذا غير كيشير. سو غارسون هذا الولد، ولكن هادو يعني سو اللي فيهم اكس كيعوضوا. هو سي ان برونون ديمونستراتيف، هو اسم الاسماء الاشاره، ولكن كيشير لشي وحدين اللي ما كاينينش. Ce qui ce est un pronom démonstratif qui remplace un nom masculin pluriel. Had ce li fiha x huwa ism ishara, walakin kay'awwad nom masculin pluriel, kay'awwad wahed l'ism li huwa jam' l'mudhakkar. Alors je vous mettez ce ou had ce li fiha x dima qdama kaykoun ki. Ce qui ضروري خص يكون كي، وهي حيت الجامع كما قلنا هو هي هو اسم اشاره وكيعوض اسم اللي هو مذكر والجامع. سو كي يعني كيكون معاها كي، ولو فيرب اللي كيكون في الجمله كيكون على شكل جامع، حيت كيهضر على الناس اللي هما يعني كيهضر على الناس يعني كيشير الناس اللي هما بلوريال اللي هما على صيغه الجامع. مثال سو كي بلور، الى عرفتو سو وقدامها كاين كي ديما كيكون كي. سو كي بلور ديرونج، هادوك اللي كيبكيو برسطونا. الا لاحظتو كاين سو كي وحتى لو فيرب كيكون او بلوريال.
بالنسبة دابا في الامتحان ولا في ليكزيرسيس يعني في التمرين في الامتحان اش غيتعطى لكم؟ غيتعطى لكم سو 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 وغيعطيكم فراغات وغتعمرهم سهل. عندي فراغ، ردوا البال، عندي فراغ غيعطيكم ثلاثة ديال الفراغات، عندي ثلاثة ديال الفراغات غنشوف الفراغات قدامه اشنو فيها. الفراغات نشوف قدامها الفراغ يعني كيكون عندك جملة فراغ وقدامها كنشوف الى عندي فراغ وقدامه نون ماسكولين نون ماسكولين سينغولير، الى عندي فراغ وقدامه نون اسم ماسكولين مذكر سينغولير مفرد كندير هاد السلولة سي او. عندي فراغ وقدامه كاين فعل فيرب هادي باينه فيرب كندير اس او داكوغ. الى عندي فراغ عندي فراغ وقدامه كي فراغ وعندي قدامه كي رد البال فراغ فراغ القدام ديالو فيه كي وكاين لو فيرب بلوريال الفعل مصرف الجمع كندير سو اللي فيها اكس داكوغ. الاول الى عندي فراغ نعاود عاود ثاني الى عندي فراغ قدامه نو اسم ماسكولين مذكر سينغولي مفرد كندير سي او. عندي فراغ وفعل هذا ما فيه اشكال اس او. عندي فراغ وقدامها كي زائد فعل خص يكون بلوريال كندير سو افيك اكس داكوغ. مثال سو غارسون انا درت سي او حيت كاين قدامي هنايا اسم مذكر مفرد نو ماسكولين سينغولي سو ليفر ليفر سي تان نو اسم اي ليفر ليفر هو كتاب هو اسم مفرد ليفر كتاب يعني مذكر ان ليفر. سو لاف هنا عندي لو فيرب الى عندي لو فيرب ما كاينش اشكال سو لاف سي تان فيرب برونومينال لي فيرب برونومينو ديما لي فيرب برونومينو كيبداو بسو سو لاف سو بروموني سو لوفي الى اخره. عندي كي رد البال عندي كي فراغ وعندي كي وعندي فعل جمع فعل يكون في الجمع كندير سو اللي فيها اكس داكو. نتمنى هذا الدرس راه ساهل خص غير نوع من التركيز تفرجوا فيه يعني من الاول حتى الاخر يعني باش تفهموا وباش تستوعبوا كذلك الدرس. الا كان عندكم شي اي اقتراح ولا اي حاجه ما فهمتوهاش في الدرس اكتبوها لي في يعني في التعليق يعني في لي كومونتير داكو. وكما القاعده يعني ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو هذا الفيديو للزملاء ديالكم اشتركوا في القناه وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. عجبكم الفيديو ديروا لايك ما عجبكمش الفيديو ديروا ديسلايك. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.